اسالك اياه، هل الاعلاني، الاعلاني هل هو نفس الاعلامي؟ جايب لي فروقات الخمسه. إيه؟ لازم صح ولا لا؟ ابو ذاكر جاب لك من برا المنهج الديباني. والله العظيم انه هذا اسئله، لاني انا من الناس اللي كنت محارب للشغله هذه. اول يوم كنت اروح للاماكن عامه وكنت اغطي مكان يعني حاجه معينه ولا كذا، يجيني المعلن هذا اليوم ادري وش قال، معك الاعلامي فلان فلان، ركز معي، معك الاعلامي فلان فلان. هو معلن، هو معلن عنده حساب بسناب وكل شوي رازن جواله ويصور. تعال يا حبيبي. ف انا ما بي ما بي ما بي مشكل معهم صراحه، فبحطها براس ابويا. جاي جاي الفروقات بيحط. طيب هل قبل شوي تمشكلت مع المشهور ولا الاعلامي؟ هل الاعلاني هو الاعلامي؟ في مقطع جميل اللي دكتور عبد الرحمن الهزاع او الماخ، مقطع جميل يتكلم عن هذا بشكل جدا يعني واقعي. ولكن انا بتكلم بوجهه نظري الخاص فيه. دائما ذكرت لك ترى ليش استخدم كلمه الاعلام، انا بستطرد في شيء اخر، احاول اعطي امثله زي ما اعطيت مثال المهندس بالاعلامي. ترى الاعلامي الاصل تعرف وش هو؟ الاتصال. الاصل الاعلامي الاتصال. طيب انا ليش ما استخدم يوم اجي اعرف بنفسي ترى معك الاتصالي عبد الله، ليش ما اعرف بالطريقه هذه؟ الاتصال من اي ناحيه؟ ترى الاتصال كلمه الاتصال هي الاشمل وهي تحتها الاعلام. جميل. الاتصال اشمل وتحتها الاعلام، لذلك مثلا كليه الاعلام والاتصال ما اقدر احذف كلمه الاعلام لانه الاعلام اخذ قوته. والاصل ترى كليه الاتصال وتحتها التخصصات الاعلاميه الثانيه. فهذا هو ليش ما يجي عارف بالنسبة أنا الاتصالي، فلذلك الاسم هذا ما أخذ حجمه، ما أخذ شوه. صح. وبالتالي الحين يوم تيجي مثلا يعرف ترى معك الإعلاني ما أخذ شوه، ما أخذ قوة. لا هو يقول مو إعلاني، لا ما يتصنف، هو يقول إعلاني لا هو إعلامي. هذا هو إعلامي. هذا المشكلة، يجيك يقول لك والله معك الإعلامي فلان. طيب إعلامي أي صحيفة طال عمرك؟ يقول والله ما هي صحيفة. طيب عندك بطاقة إعلامية؟ لا والله. طيب حلو، هل عندك خبرة إعلامية؟ لا والله. فشلون تصنف نفس كلامي؟ طيب هاي الغالي المعلن لب عينك والله. حنا عندنا 5 دقائق تقريبا. جميل. تمام، حنا ودنا انك يعني تعرفنا اكثر بالإعلام عشان تكون للمشاهد بصورة اوضح، يكون عارف وش الإعلام من ناحية المشاهد. يعني المشاهد يعني احيانا ما عنده خبرة ويقول والله يا اخي هذا اعلامي، اي واحد يشوفه قدامه شافه بالتلفزيون ولا شافه قال اعلامي 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 اعلامي. فاحنا ودنا نوضح الشيء هذا لبعض المشاهدين. الله يطول عمرك. الاعلام ما ودنا ناخذ في النقطه هذه 5 دقائق كلها، عرفت؟ فالاعلام بشكل عام انا ذكرت في البدايه وارجع اكرر، هي حرفه، عرفت؟ احنا بنركز في الحرفه، امتلك حرفه، والحرفه هذه في اي مكان في الاعلام، في الشاشه، تقديم، في عندك عدد من الادوات موجوده في سواء درست اكاديميا أو خبرة مثلاً. سواء درست اكاديميا او ممارسه، امتلك حرفه، ما له علاقه لا بالشهاده ولا له علاقه بال انك درست تخصص، ما غير درست تخصص غير تخصصات ثانيه. صح. فهو بالحرفه، امتلك حرفه حتصنف نفسك جزء من الاعلام. مصور اعلامي، مصور. صح. مو اعلامي، مصور اعلامي، المونيتور اعلامي، فبالتالي امتلك حرفه. فبالتالي لو جينا على المسميات، متى اكتب متى ما اكتب، هذا ذكرناه. صح. متى ما اكتب، ولكن كتصنيف فعلا هو اعلامي، قاعد يمارس الشغله نفسه اعلاميا. وخاصه ليش احنا نيجي مثلا في المسارات الاعلام من اعلام، ليش ما نجي نقول مين مهندس مو من غير مو مهندس؟ لانه هناك هذه مسارات تقدر تسويها هندسيه 1 2 3 4، في هناك ابجديات او ان في اشياء لازم تمشي عليه. الاعلام مثلا مين تقول له باحث اجتماعي، مين تقول له، في كثيرين يجي يقول لك انا باحث اجتماعي، ليش يقدر يقول يعني ما عنده لا شهاده ولا شيء ويجي يصنف نفسه انا باحث اجتماعي؟ ليش يصنف نفسه؟ هذه مسارات فلسفيه انسانيه، فبالتالي ما هو شرط انا ادرس اساسيات ادرس ابجديات وهذا، لا امتلك صنعه وانطلق فيه. فهذا هو بشكل عام الاعلام. لا تقروش راسك. انا دائما يوم ادرب طلاب الاعلام برامج التدريبيه ومدربهم، دائما اقول لهم شغله واحده، لا تشغل نفسك
وش الفرق بين العلاقات العامة والتسويق الرقمي؟ لا تشغل نفسك وش الفرق بين المشهور والإعلام، لا تشغل نفسك، أمتلك صنع وانطلق، هذا هو الإعلام. يا سلام عليك. وأصنع جميل. حدث، يعني التعريف البصير إحداث أثر، الإعلام هو الإحداث أثر، أنا قدرت أحدث أثر، هذا هو الإعلامي. يا سلام عليك، شكرا أخوي عبد الله بن فاضل.